لحظات عيدية صعبة لمن يعيشون بؤس الشتات ومكابدات الغربة في الخارج. هل مر عليهم العيد مرور الكرام أم كان ملفوفاً بالحنين؟ ماذا عن أشجانهم وأشواقهم لأهلهم في الداخل أيام العيد؟ أهلا بكم. قد يسردون الكثير والكثير عن اللحظات العيدية الباردة، قد يدونون في منشوراتهم عبارات لها علاقة بالحنين إلى البلاد التي كانت لهم ولم تعد، قد تزين بروفايلاتهم صورا لامعة ومشرقة بلا براويز، لكنها لا تخلو من مسحة حزينة لها علاقة بأشجان الطيور المهاجرة. هم اليمنيون في المهجر، ضاقت بهم الأحلام واتسع لهم المنفأ ليعيشوا لحظاتهم العيدية بين مد وجزر. اليمنيون في المهجر وهم يخوضون رحلة البحث عن وطن خارج وطن مؤقت لا يندرج ضمن الأوطان بدل الفاقد، فوحدها الأوطان صعبة التبديل والتعويض. مر عيدهم وهم مقسمون بين غربة لا تدرك معنى العيد وبين عالم افتراضي يصلهم بأحبتهم في اليمن. تجربة الاغتراب بالنسبة لليمنيين أغلبهم قسرية بفعل الانقلاب وإسقاط الدولة وبفعل الوضع المعيشي، لكن تلك الغربة غير الاختيارية تعبر عن انفعالاتها وعواطفها بصورة أكثر وضوحاً في العيد. نسكت عليها أو نحيد، ما عيد إلا في اليمن واليمن ما هوش عيد. يسمع اليمني هذه الكلمات بصوت الفنان حسين محب، وهو يعلم أنها ستذكي في قلبه الشجن والشوق، غير أنه لا يستطيع إلا أن يفعل في محاولة لأن يعيش جزءا من أجواء العيد ولو من باب المحاكاة. في خضم رحلة البحث عن وطن يحاول اليمنيون استراق لحظة فرح في الاحتفال. يمر العيد والوضع لم يختلف كثيرا على اليمني منذ أن بدأت الحرب عام 2014، فقد تسبب الانقلاب في تشريد نحو مليوني يمني معظمهم في السعودية والقاهرة. يكاد اليمني يحمل نفس الهموم والأوجاع في البلدان العربية وماليزيا وتركيا وأوروبا وأمريكا وأينما حل وارتحل، وجع تلملمه الأرض ويعرفه التراب الواحد. يتقاسم الألم مع أهله في الداخل، هو يتألم لأجلهم وهم يتألمون لأجله، لتكتمل دائرة الوجع والفراق. العديد من الجاليات اليمنية في المهجر تحاول خلق عيد موازي للعادات والتقاليد في اليمن. يحضر الفنان علي الأنسي بأغنيته المعروفة، ويحضر البخور والعيدية والرقص الشعبي لتحضر بهجة العيد ولو في وجوه الأطفال. يمضي اليمني ليخوض رحلة البحث عن وطن خارج الحدود ولو صورة مؤقتة بعد أن ضاقت دائرة الحلم واتسع المنفى. فكان الخروج ملاذهم الأخير، يحمل وطنه في ملامحه وهواجسه وطقوسه التي تحضر مواسم الأعياد، فتزداد وطأتها عليه، كيف لا وهو يخوض تجربة الاغتراب بعد إسقاط دولته ويعيش تجارب جديدة في أرض لا تعرف لغته ولا تكترث لمآسيه. كيف مر العيد عيدهم وهم مقسمون بين غربة لا تدرك معنى العيد وبين عالم افتراضي يصلهم بأحبتهم في الوطن الأم؟ إذا مشاهدينا الكرام، ينضم معي في هذه الحلقة الكاتب والصحفي كمال حيدرة، وأيضا زوجته المقيمة في اسطنبول دينا ملهي. مساء الخير عليكم. كما ستكون معنا عبر سكايب الأستاذة سبا حمزة الكاتبة والشاعرة. بداية كمال، لو بدأنا بك، العيد في الغربة أو في المنفى، أيهما معنى أكثر دقة بالنسبة لك؟ أولا مساء الخير، وكل عام واليمنيين بخير إن شاء الله بهذا العيد، وينعاد علينا إن شاء الله وتحقق لليمن أو لليمنيين ما يطمحون إليه، وطن، هذا أهم ما في الأمر. إن كان ثمة فرق ما بين الغربة والمنفى أو مكان الاغتراب والمنفى، فهو في شكل ما تبدو فكرة الاغتراب اختيارية نوعا ما. أما فكرة المنفى فهي أكثر قسرية، يعني تكون هارب من شيء خطر مستعجل. يعني الغربة قد يكون فيها الوضع أفضل نوعا ما، يعني والعودة ممكنة. والعودة ممكنة، هذا هو الأهم الآن. عندما تتذكر أنه هذا المأساة اللي أنت فيها إلى متى، فتجد أنه لا إجابة لك، هنا يصبح موضوع المنفى
يعني طويل وثقيل على القلب وعلى الوجدان يعني. نعم. إذا أنتقل لك دينا، دينا كل عام وأنت بخير. بداية، كم لك مغتربة في إسطنبول تقريبا؟ ثلاث سنوات. إذا ثلاث سنوات وأنت بعيدة عن تفاصيل العيد في اليمن، بعيدة عن أهلك. أود أن تحدثيني كيف يعني كانت تفاصيل العيد بالنسبة لك كأسرة هنا في اليمن، معبرة عن كثير من الأسر اليمنية هنا في إسطنبول عفوا. بداية كل عام وأنتم بخير والشعب اليمني بألف خير وصحة وسلامة. تفاصيل العيد هنا بتركيا يعني نوعا ما تشبه تفاصيل العيد في اليمن، ولكن نحن يعني كمغتربين هنا باليمن بتركيا عفوا يعني لا زال الحنين موجود، ويعني الحنين للأسرة برغم أنه نحاول أن نصنع أجواء، نصنع أجواءنا الخاصة اليمنيين، نصنع عيدنا الخاص يعني ما يشابه عيدنا في اليمن، لكنه لا يزال هناك حنين لليمن ولأجواء اليمن، أجواء العيد باليمن كثيرة يعني، فلا زلنا نعاني. نعم يعني رغم مرور ثلاث سنوات، يعني لا زال نفس الحنين ونفس الشجن يعني. الموضوع موضوع أنه أنت بعيدة عن أسرتك، صح، عن بيئتك، أجواءها، مهما حاولتي ومهما يعني عملتي أجواء لا زال أجواء اليمن غير يعني. صحيح. بالنسبة لك كمال يعني لحظات عيدية لليمنيين في المهجر، ربما كما قالت دينا يعني نحاول أن نخلق فرصا مشابهة لقضاء أوقات بالعيد، يعني كيف تجد أنت من ناحية الاجتماعية والنفسية لليمنيين؟ هو مهما حاولت أنك تبتكر تصعقك فكرة أنه كل هذا مصطنع يعني، أنت تحاول دائما أنك تجد أو تعمل على شيء يشابه ما كان لديك. أنا كان لدي يعني تجربة نوعا ما، كنت في القرية وكان العيد شيء بديع يعني دائما، رحت على صنعاء للدراسة وكذا واستمرت في الشغل لحدود 7 سنوات، فكانت كنت في بعض الأحيان يعني أقضي العيد في صنعاء، فكنت أقول لا عيد في صنعاء يعني لأنه لا يشابه ما لدينا في القرية، العيد في القرية أفضل. جئت على إسطنبول فكان الوضع أشد سوءا يعني، أنه لا شيء يشبه ذلك الشيء الذي كنا نمارسه في البلاد. صح نحن هنا مجموعة من اليمنيين وحاولنا ابتكار شيء مشابه لما كان لدينا في البلاد، لكن يبقى شيء مختلف نوعا ما لأنه ليس مكتمل يعني. عائلتك في البلاد في اليمن لا تدري كيف يعيدون، كيف يمضون يومهم الأول والثاني، هم أيضا يعانون يعني صعوبات، هم أشد يعني. ربما يحسون بالفقد أكثر، لا تدري كيف يكون شعورك إذا هذا الشيء. إذا اسمح لي أن تنضم أيضا معنا الكاتبة والشاعرة سبأ حمزة عبر سكايب من هولندا. مساء الخير سبأ وكل عام وأنت بألف خير. مساء النور آسيا، كل عام وأنت بألف ألف خير يا رب. إذا دعيني أبدأ معك سبأ، يعني ربما أنت تنقلت في مدن شتات كثيرة، وصل بك المسار إلى هولندا، يعني كأسرة يمنية تنقلت في أكثر من بلد، استقر بك المقام هناك، كيف شعرت بالعيد في بلد أوروبية ربما يعني بالتأكيد عيد الأضحى ليس عيد بالنسبة لها؟ أولاً أهنئ كل من يحتفل بعيد الأضحى، كل عام الجميع بخير إن شاء الله. طبعاً مثل ما قلتي تنقلنا من بلد لبلد وعشنا أجواء العيد في أكثر من بلد أيضاً، عربي وغير عربي، لكل بلد طقوسه وتفاصيله الخاصة به. بس بحكم أن إحنا في هولندا هنا ما يمكن عيد رمضان لم نشعر بذلك العيد اللي شعرنا به في أماكن أخرى. افتقدت العيد كثيرا في اسطنبول، لان احنا كنا في اسطنبول الجالية اليمنية كانت كبيرة وكنا كلنا نجتمع. اول يوم كنت في الجامعة يوم العيد، في العيد الماضي كنت في الجامعة، فصراحة لم نشعر بالعيد، كانت مجرد انه حاولنا نعيش الطقس الصباح مع الاطفال شوية سريع وكذا وكمل كل شيء. عيد الاضحى اختلف شوية لانه اخذنا قرار جديد انه ناخذ الاولاد نخلق طقوسنا الجديدة مع أطفال هولنديين، فبناخذ الأطفال على مكتبة يتعلموا الرسم وبيتعلموا النجارة وأشياء يعني ورشات عمل،
فاخذنا جعله العيد وذهبنا للاطفال وشرحنا لهم، يعني خلينا اولادنا يشرحوا لهم ايش اليوم بالنسبه لنا. نعم، واحتفلوا وانبسطوا وعاشوا الجو يعني معانا، فكان يوم جميل واعتقد انه كان خير. نعم خير، يعني هذه فكره مختلفه سبا، اسمحي لي. يعني عاده دائما ما يخشى يعني العرب من اندماجهم في الدول الاوروبيه من يعني تاثير اعياد الاوروبيين عليهم، اعياد الكريسماس وما الى ذلك. انتم نقلتم الفكره ربما بشكل مختلف، يعني حاولتم ان تجعلوا الاطفال هم من يحتفلوا معكم، الاطفال الاوروبيين. بالضبط بالضبط، احنا قلنا يعني ثقافتهم انتقلت لبلادنا، بالرغم يعني كثير من العوائل تحتفل بالكريسماس وهم حتى داخل اليمن، وخصوصا الفترة الأخيرة يعني لاحظنا انه الثقافات المختلفة انتقلت بسبب الانترنت ووسائل التواصل. فبدل ما انه يضيع علينا اليوم، احنا حاولنا ننقل ثقافتنا للوطن اللي احنا الآن عايشين فيه، باعتبار انه هذا الوطن اللي نعم عشنا شتات عشان نوصل ونحصل على وطن يلبي احتياجات ابنائنا من دراسه وتعليم وما الى ذلك. فكانت الفكره انه ننقل ثقافتنا لهم. جميل. الشعب الهولندي شعب جميل وطيب، يعني وطيب وحسن يعني حسن التعامل، فبسهوله بيتقبلوا عادات الاخرين. فكانت فكره جميله، يعني كانت فكره هكذا سريعه، بس لاحظنا كانت ربما يعني شيء مختلف ولطيف. ايوه شيء مختلف. نعم. وجميل، وفي الاخير انت بتخلق الوطن اللي تحتاجه. يظل انه وطننا غير وبلادنا والعيد فيها وعليه الانسي والروبرتاج اللي ذكرته قبل شويه كان محزن جدا، لكن الانسان في الاخير ينظر لما لديه. صحيح. فهذا كان. نعم، لو عدت إليك دينا، يعني ربما نحن أكثر حظا يعني في تركيا بحكم أنها ما زالت دولة مسلمة تحتفي بتفاصيل الأعياد عكس الدول الأوروبية ليست يعني لديها تلك ذلك الاختلاف. لو سألتك يعني ما الذي تغير من عادات اليمن يعني خارج اليمن، العادات المختلفة في العيد، هل شعرتي أن هناك يعني ما هو الاختلافات التي لمستها؟ ربما يعني انت ذكرتي في احد منشوراتك انه كانك في صنعاء، ودي ان تحكي لي هذه. تركيا تحديدا ما فيش اختلاف كثير، يعني تقريبا في عادات تقاليد مشتركه كثيره بيننا احنا وياهم، خاصه صنعاء. يعني في عادات لا زالوا متمسكين فيها اكثر مننا اليمنيين، مثلا عيديه العيد هذه والاطفال يمروا على كل بيت لا زالت عندهم، احنا نوعا ما تلاشت في بعض الاماكن، يعني تحديدا في اماكن معينه لا زالت. العيد الكبير تحديدا عندهم ذبح الخروف، هذا يمروا على كل بيت يجيبوا اللحم لكل بيت، يعني مش موجوده لا بدول اوروبا واغلبيه اعتقد المناطق العربيه يعني مش كثير موجود. يعني هذا يعني يعني لاحظنا ان في تشابه بين تشابه اليمن كثير وتركيا، تشابه كثير التفاصيل. تشابه كثير في تفاصيل كثيرة، وهذه اللي هي لا زالت يعني تجعلنا شوية نتحمل الغربة، والأعياد تمر علينا بسلام، يعني مش مع ذلك زي ما قلت لك حاولنا احنا كمان اليمنيين هنا والجالية اليمنية اللي هنا نصنع أعيادنا بأنفسنا، نحاول نعمل لنا جو معين، ولا يزال الحنين فقط للأسرة. ماذا عن الأطفال الذين ظلوا يزعجوك باحثين عن العيدية؟ الأطفال والله نفس اللي باليمن، يعني كل شوية خمس دقائق يذوق لك الجرس، عيدية بيرم مبارك، عيدية بيرم مبارك، أنت يعني تضطر أنك يا تجيبي يا تدخليهم يأكلوا، بس حلو، شعور حلو، يعني حلو أن أنت تحسي أنك لازلتي في شوية من نسائم بلادك تمر عليك كذا، تحسي أنك لازلتي شايفة شعب زي شعبك. بس يعني حتى تحاولي احيانا، يعني مثلا انا احاول اصنع عيدي تماما امر بالطقوس كامل اللي امر فيها ببيتنا، تقريبا اغلب الاسر اللي كامل يعني بكل شيء، حتى وان لم ياتي احد عندنا عادي مش مشكله، اهم ان احس اني في عيد، اهم شيء. واحاول انه عشان بنتي برضو عشان تكبر على هذه الاجواء ما تحسش بغربه يوما ما، او انه تغير عليها شيء، انه تعرف ان هذه لو رجعت تشوف انه نفسها، حتى لو ما رجعناش الله لا يقول ولا يقدر مثلا، انه هذه اجواء العيد، هذه اجواءنا، هذا عيدنا. جميل. كمال، وفق تقديرك يعني يبقى اليمنيون في المهجر، وربما يعني هناك العديد من اليمنيين الذين سبقونا في هذه الغربة ربما التغريبة الحديثة التي عشناها، يعني لكن يعبرون أكثر في عن انفعالاتهم، عن حنينهم للبلاد
في الأعياد بالذات، ربما أيضا رمضان، ما الطقوس التي يعني تشدهم أو التي تجعل الذاكرة يعني تئن من جديد وتستحث الذكريات بهذا الشكل؟ هو ما يحدث خلال هذه المناسبات، مثلا في رمضان ساعات السمر والمقيل في الليل تكون جميلة يعني وكذا، وتمنح شيء من الألفة بين الناس، فهنا الوضع مختلف تماما. مثلا في رمضان كان الوضع سيء بالنسبة لنا، لا نكاد نرى شيء مختلف يعني عن باقي الأيام، فهذا يجعلنا نستشعر أو نتذكر أيام رمضان في بلادنا. ايضا الاعياد ربما مع بعض التشابهات، لكن مثلا في بلادنا في قصص كثير تحدث في العيد، في ما يسمى امير العيد في عندنا في المنطقه، في كثير من المناطق الوسطى شيء يسمى امير العيد، مثلا شيء يشبه المهرج مع مجموعه جواري او شيء زي كذا، كانت طبعا هذه ضمن وسائل السخريه من الحاكم فيما مضى، يأتي مع مجموعة من الجواري والأهالي يأخذوا عليه مجموعة بعض الجواري هذا، وبعدين يجيبوا ممكن فلوس للمشاركين بهذه الفعالية. فكانت طبعا هذه الطقوس لا زالت في بعض القرى فقط في المنطقة الوسطى، ويعني تصنع ألفة بين القرى المختلفة، لأنه هذا المهرج بيمشي عدة قرى، ومجموعة والكثير من القرى بيزوروا بعضهم، يجلسوا في ديوان واحد، وبتقام بعض الفعاليات في الأعياد. فهذه الحاجات دائما تخلي الروح متعلقة بالمنطقة اللي جئت منها، باليمن بشكل عام يعني هناك اختلاف أكيد يعني يجعلنا دائما نحن إلى البلاد، هذا أكثر في المناسبات. هنا العيد ينتهي سريعا، ساعتين وانتهى، اليمن أربع أيام خمسة أيام. صحيح. إذا سبا لو عدت إليك، يعني تحدثت معك في البداية أنك ربما تنقلتي أكثر من مرة، برأيك يعني كيف أثر التنقل من دولة إلى أخرى على الحياة الاجتماعية والنفسية للأسرة اليمنية؟ يعني ربما أنت نموذج واحد من العديد من الأسر التي تنقلت هنا وهناك حتى استقر بها المقام في بلد أخير، يعني هل شعرتي أن هناك يعني تغير نفسي بالنسبة للأطفال بالذات، خاصة أنهم الأكثر تأثراً؟ لا شك انه التغيير بيحدث اضطراب يمكن في الحاله النفسيه. دائما الركود بيخلي نفس الوضع، بينما انت لما بتحركي المياه الراكده بتحركي في حياتك، بتغيري، بتتخذي قرارات جديده، غالبا بتكون مخاطره بالنسبه للاوضاع اليمنيه. أكيد إنه شيء بينعكس على النفسية، وخصوصاً زي ما قلتي في الأطفال. بس من تجربتي الشخصية مع أطفالي، حاولت إنه من أول مرة أشرح لهم إنه هذا التنقل هو اللي حيفيدكم. يمكن في ناس كثير ما أتيحتش لهم الفرصة إنهم يغادروا البلاد لأسباب كثيرة، بعض الناس قرروا إنهم يستمروا بالعيش هناك بالرغم من إنهم قادرين إنهم يطلعوا، وفي ناس قرروا إنهم يطلعوا، وفي ناس غير قادرين إنهم يغادروا اليمن لأسباب ظروف مادية وظروف اجتماعية وظروف طبعاً الحدود وما إلى ذلك. لكن اللي قلت لعيالي من أول يوم خرجنا من البلاد إنه هذا الشيء هو حيضيف لكم، ما حياخذش من حياتكم أي شيء، التعب هذا كله بيرجع في انه يبني من شخصياتكم، بتتعلموا ثقافة بلدان جديدة، بتتعلموا لغات جديدة، كل هذا الاشياء اللي حتتعبكم الان حتلقوا انها حتكون يمكن طريق سهل في بناء حياتكم مستقبلا، غيركم ما حصلش هذا الفرصة. وطبعا اي شيء صعب او اي شيء كويس ما بيكونش بسهولة، تحتاجي ان انت تتعبي وان انت تبني. فهذا أول درس اديته لأولادي قبل ما نخرج من البلاد، ولاحظت كيف إني نفسياتهم من مكان لمكان تغيرت. يعني من المرة الأولى اللي كانوا بيبكوا فيها أول ما خرجوا إنه ما يشتوش يخرجوا، ما يشتوش يفلتوا أصحابهم، أهلهم، أقاربهم، كذا، مدارسهم، إلى المرات الأخيرة اللي تنقلنا فيها كيف كانت إنه أوه الحمد لله الآن عنلاقي ناس جداد، الآن عنتعلم لغة جديدة. فأعتقد إنه الأب والأم هم أكثر ناس بيتعبوا، وهو الأب والأم نفس الشيء اللي قادرين إنهم يساعدوا الأطفال إنهم يتجاوزوا هذا المحنة اللي بنمر بها جميعاً ويستفيدوا من هذا التجربة، أو إنه نظل إن إحنا
نبكي على الأطلال وعلى وطن نعم وهذه نقطة مهمة صحيح أننا نتركه. نعم يعني اسمحي لي أن أناقش الأستاذ كمال يعني في هذه النقطة. كمال يعني ربما رغم المأساة التي نعيشها، رغم بعدنا عن أهلنا، رغم يعني الحنين الجارف لكل تفاصيل الحياة باليمن، لكن ربما يعني نحن نعد من المحظوظين الذين استطاعوا أو تمكنوا من الخروج في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد الآن. يعني أنتم من الأسر التي تكونت خارج الوطن، فبالتالي يعني هناك العديد من الأسر لم تتح لها مثل هذه الفرصة أن ينشأ أبنائها في ظروف غير ظروف الحرب، أن يتمكنوا من العيش بطريقة سوية نوعا ما وإن كان هناك جزء من الحنين. هو يعني الأمر صحيح تماما، لكن في الأخير نسبي، يعني أنه البلاد يعني الوضع في البلاد صار صعب جدا يعني، لكن في أشياء أنت افتقدتها حتى يعني أنت في المهجر أنت حصلت على أشياء جديدة، حصلت على خبرات، حصلت على طرق تفكير جديدة يعني ربما، أو أضافت لك، غيرت من وجهة نظرك نحو العالم، نحو مختلف الأشياء. ولكن في أيضا أنه العايشون في البلاد رغم المعاناة اللي يعني أقصد تحت الحرب وتحت الوضع الاقتصادي البائس، يعني في نوع من أنه بالهم هادئ. مثلا هنا لا زال وضعك كضيف طارئ، كمقيم يعني غير متأكد أنه سيقيم دائما، أنت تعاني من فكرة أنه من هاجس أنك إلى أين فيما لو حصل مشكلة في هذا البلد، إلى أين فيما لو حصلت لك مشكلة شخصية فيما في لحظة ما، كل هذه الأشياء تضغط على تفكيرك وتضغط على إحساسك بالاستقرار مثلا. لكن يعني نعم، هي لا أود أن أدخل في مسألة المقارنة، أو لكن يعني في الأخير نحن ما نعاني شيء معنوي طبعاً. هناك ما يعانيه يعني هناك العديد من الذين يفتقرون لوجبة، يفتقرون لصحة، يفتقرون لي يعني حتى على مستوى الأمان يعني هو مفتقد بالنسبة لهم. أعود إليك دينا. دينا يعني التواصل مع الأهل في الداخل ربما يعني أيضا نحن غربتنا أسهل من من اغتربوا في السابق. يعني أتذكر أنا والدي رحمة الله عليه يعني كان كل التواصل بيننا هو مكتوب أو شريط كاسة مسجل أو واتصال في الشهر مرة يعني. الآن قاربت وسائل التواصل التكنولوجيا الحديثة، تمكنتي من التواصل بالأهل أكيد صوت وصورة، تعرفوا على بنتك يعني احكي لي عن هذه التفاصيل التي يعني استطعتي أن تشعري بقربهم بسبب ربما تكون ولولاها لولاها ما صبرنا يمكن حتى شهر بالغربة يعني، وفي وسيلة للرجوع. فعلا هي قطعت شوط كثير يعني كبير من المعاناة. نتواصل معهم يوميا أو يمكن باليوم 5-6 ساعات يعني. بنتي من وقت ولادتها وهم يعني كأنه عايشين مع بعض يعني، بس مش نفس هذا، بس يعني إنه شايفينها عايشين معانا، يتصلوا نتصل لهم يعني، خففت معاناة كثير عما كان زمان فعلا يعني. مواقع التواصل الاجتماعي هذه لها فائدة كبيرة، ولولاها قلت لك لم أعشنا يمكن يوم من الغربة. صحيح. إذن دينا كمال وأيضا سبا والسادة المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى ضيوف الأعزاء. لو عدت إليك سبا يعني أود أن تحدثينا عن فكرة البحث عن وطن جديد. ما الذي أدى بك إلى يعني أن تفكري بأخذ أطفالك والخروج بهم في ظل ربما يعني بالتأكيد ظروف صعبة، ولكن كما قلت اتخاذ القرار يعني لم يكن سهلا، خصوصا أن يعني الخروج إلى المجهول أقرب إلى ما يكون إلى المجهول، لم يعني يحدد بعد ملامح وطن جديد. في البداية كانت هجرة قصرية لأننا من ضمن اللي خرجوا قبل الحرب. من العالقين يعني كنتي؟ من العالقين نعم، أنا كنت في القاهرة قبل الحرب بأسبوعين، وهي طبعا الحرب الداخلية كانت من قبل، ولكن أنا
ايضا اتكلم عن 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 الضربات الجويه. نعم. فالضربات الجويه بدات وانا كنت خارج اليمن، فكانت هجره قصريه لانه لم اتمكن من العوده لليمن. جلست هاجس العوده سنه ونص تقريبا، وقررت ان انا فعلا ارجع للبلاد، ورجعت وكنت محملة بالكثير من الأمال إنه أنا سأعود لليمن وكان معي مشروع ولازم إن أنا أنجز هذا المشروع. لكن كأم وكأسرة لاحظنا إنه الموضوع صعب جدا، إنه إما إنك تعيش حياتك وتتخذ القرارات اللي تناسبك أنت كشخص، أو إنك تغامر وتتخذ قرارات تناسب أطفالك. تقريبا 6 شهور كنت في اليمن، كنت مترددة في اتخاذ القرار مع انه اخذ اولادي وخلاص ونخرج. لكن هذا اللي حدث لانه متمنى لهمش انهم يعيشوا في يعني في وطن لا نعلم متى يعود. هو صح احنا في البلاد نفسها، لكن الوطن لم يعد الوطن الذي عشنا فيه وتربينا فيه. فكان القرار من هناك، اتخذنا القرار وسافرنا. أنا أتفهم جدا كلام كمال اللي قاله، لأنه العيش في بلد لا يضمن لك حقوقك كمواطن صعب جدا. يعني أنا عشت في عدة بلدان، في 3 قارات مختلفة، في كل مرة كنت أفكر فيها بالاستقرار كنت أفكر إنه أنا تغربت أخيرا، فهل هذا الغربة لصالح أولادي أو لا؟ فدائما لما بتكون أب أو أم أو أسرة يعني بتفكروا أولا وأخيرا بالطفل. صحيح. هل حيحصل يعني الجواز، حيكون مع الجنسية، حيحترموا مواطنته؟ إذا لم يحصل هذا في الأخير يعني ما بتشعرش بالاستقرار. وفي كثير من البلدان العربية والدول الخليج، يعني عشت في دولة من دول الخليج، عشت يعني حصلنا على فرص كثيرة، لكن كل فرصة كانت فرص لحظية لا نعلم هل هي حتكون مناسبة للأولاد أو لا. فاتخذنا القرار إنه إذا ما فيش غير يا يعني البلاد الغربيه، يا امريكا يا اوروبا، لانه في الاخير هي الدول الوحيده اللي بتضمن المواطنه للجميع. نعم. اذا تفضل. ايوه فقلت لك انه مثل ما قال كمال، طبعا ارتحت انا في اسطنبول جدا والاولاد كذلك، لكن انتقالنا لاوروبا لما وصلت الى هولندا في مقوله ديكارت ايضا الفيلسوف، وانتقل من فرنسا تقريبا الى هولندا وعاش فتره، وقال انه الوطن هو المكان اللي بيحميك وبتنام فيه، ما بتفكرش في انه من ممكن يجي يقبض عليك، من ممكن ينفيك من هذا البلد، من ممكن يضرك، يعني مجرد انه انت تحمل دين مختلف او فكر مختلف او اراده مختلفه عن الغير. احنا الحمد لله وصلنا لهذا البلد، فرصة كانت مناسبة للأطفال، طبعا لا نعلم إلى أي حد، لكن على الأقل أنه أنت بتشعر بالاستقرار. أول ما بتشعر بالاستقرار بتعرف كيف تتخذ قرارات مناسبة، أنه سواء في تعليم الأطفال، في حياتك المهنية. فلذلك أنا قلت لك أتفهم كمال. نعم. أي شخص آخر بالتأكيد بروح. يعني هناك ظروف هي من تجعلك تتخذ مثل هذه القرارات، ولكن أنا متأكدة أن اليمنيين مجرد أن تتاح لهم الفرصة للعودة فأول قرار سيتخذونه هو العودة. أكيد. يعني يظل الوطن أيا كان لديه الحنين، مهما يعني وجدنا كثير من اليمنيين ربما الذين اغتربوا عشرات السنين مجرد أن تسنح لهم الفرصة يعودون فورا. كمال، يعني أنت اتخذت قرار تكوين أسرة، وأنت طبعا حتى أوضح للمشاهدين أتيت أولا ثم اتخذت قرار تكوين أسرة وخارج الوطن بعيدا عن الأهل وجلب دينا من اليمن إلى هنا. كيف اتخذت هذا القرار؟ هل كنت مؤمل بالعودة؟ وجدت بصعوبات الأمر أم كيف؟ طبعا أمل العودة لا زال قائم منذ اللحظة الأولى، بس يعني امتد طويلا والآن يعني يتلاشى بشكل يومي دائم. يعني أمل العودة أنه أصبح يتضاءل. لكن فيما يخص تكوين العائلة، طبعا احنا كنا مرتبطين من قبل في صنعاء وكنا على وشك إتمام زواجنا في صنعاء، لكن كان أيضا أحد يعني الأسباب في 2014 كان هناك مشاكل من نوع ما بعد صد أخوة الحوثيين، خرجت أنا من عملي وكذا فتأخرنا وانتقلت أنا إلى إسطنبول. هي بقيت دينا في صنعاء ثم أتت لهنا.
يعني اول ما أو اولا فيما يخص تكوين العائله في اسطنبول، عملنا حفل زفاف هنا خارج البلاد، وانت تعرفي ماذا يعني عرس في مع عائلتك او حفل زفاف مع عائلتك، ماذا يعني بدون وماذا يعني ان تكون وحيد. لكن لم اكن وحيدا نوعا ما، مع زملائي واصدقائي كان هناك يعني اولا فكره انك تكون عائله، فما بالك بالمنفى. يعني فكره تكوين العائله في البلاد في وطنك هي نوعا ما يعني التزام كبير، فان ياتي هذا في المنفى فهو التزام اكبر وشيء خطير نوعا ما، يعني من ناحيه انه مغامره. لا مغامره مش فقط مثلا في علاقات العائله الجيده انه يكون هناك احترام متبادل ما بين الشخصين المرتبطين بهذه العلاقه، لكن في المنفى هناك شيء اخر ربما غير رابطه الاحترام، هناك رابطه التعاطف المشترك. انت تتعاطف مع الشخص هذا لانه بلا وطن بلا عائله وترك وأنت عائلته واتى اليك، وانت ايضا بحاجه الى التضامن من قبل الشخص الذي هو معك، لانه انت ايضا بنفس الحاله يعني. ففي المنفى اعتقد بيعطي شيء جيد لتكوين عائله. هي كونت عائله بس استفردت بك بالاخير يعني. لا والله فعلا يعني في الفه اكثر وفي تقارب اكثر وفي رحمه، والمشاكل يعني ما فيش المشاكل الزوجيه هذيك اللي لما تكوني بالوطن وغير يعني على زي ما قال كمان يعني اقارب في نهايه الامر. نعم، لكن يعني ربما سؤالي لك دينا، يعني كيف استطعتي ان تتركي والدتك وانت وحيدتها، ابنتها الوحيده؟ بكذبه. بكذبه بكذبه تركت امي بكذبه 3 شهور وراجعه. يعني بس بتروح تتزوج؟ بروح اتزوج لانه كان فتره عقدنا يمكن طولت شويه بسبب الاوضاع وكما قال كمال، فقلت لها 3 شهور وارجع. انت 3 سنين يا دينا، 3 سنين كل يوم تتصلي تقول لي 3 شهور ب3 سنين يا دينا، يعني الشهر بسنه يعني هانت بعد 3 سنين ترجعي. قلت لها ان شاء الله يعني منتظرين الفرج من الله، وما زال الامل كبير ان شاء الله. يعني كان اتخاذ القرار، هل يعني صعب. كنت صعب. يعني مؤمنه بهذا القرار ام يعني ايضا مغامره؟ مؤمنه بكمال اكثر من والقرار كان من كثر الكنترول يصفق يعني. لا فعلا والله يعني مؤمنه بكمال ومؤمنه يعني بحبنا ومشاعرنا الصادقه يعني. بالاول والاخير انا رايحه لعند وطن ثاني ورايحه لعند امي ثانيه، فاتخذت القرار وخلاص يعني. مش يعني ما كانش فيه انه تردد او لا او يمكن لا، بالعكس يعني حاولت بكل قدراتي وانطلقت. نعم واتيت. اذا اهلا بك يعني ولو بعد 3 سنوات يعني. بهذا المجيء ينضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ جبر المثيل، مشرف الجاليه اليمنيه في الرياض. مساء الخير استاذ جبر، وكل عام وانت بخير. مساء النور، كل عام وانت بخير، وعساك ان شاء الله من عوائد باذن الله. نعم اهلا بك استاذ جبر. بالتاكيد الجاليه اليمنيه هي اكبر يعني ربما الجاليات في المملكه العربيه السعوديه في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد. أستاذ جبر، كيف يعني يكون قضاء العيد؟ كثير من المواطنين ربما عادوا إجبارا إلى بلادهم، وبعضهم لم يتمكنوا أيضا من العودة بسبب الرسوم التي يعني فرضت عليهم. حدثنا عن هذا. أولا عيد مبارك، كل عام وانتم بخير. ما همنا وتفكيرنا كل القرارات التي تصدر في درجة الاغتراب من المملكة، هذا شأن داخلي، وإن كنا متضررين فلنا إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى بلد بإذن الله يوما من الأيام يتحرر من العصابات الإجرامية الحوثية التي تسيطر على البلد. ولا شك أن المملكة العربية السعودية واحد من بلدان التحالف التي تدعم اليمن تحرر. بالنسبة لمسألة المغتربين في المملكة، لا شك أن الوضع استثنائي نتيجة القرارات التي صدرت لكل الجاليات وكل الموجودة في المملكة، لا ليس خاصة بالجالية اليمنية. وحقيقة أن العيد هذا ونحن لا أحس أنه نحن في تضييق وفي هم كبير نتيجة
للاوضاع الموجوده في الوطن، ويعني ايضا وضع المغترب بشكل عام. نعم، كيف يكون القضاء العيد استاذ جابر؟ يعني عاده في السعوديه عيد الاضحى هو عيد الحجاج، يعني هذا ما اتذكره هناك، يعني هل هناك ملامح للاعياد او الاحتفال اليمني بطوابعه المميزه في عند الجاليه اليمنيه في الرياض؟ هو في الحقيقه ان عيد الحجاج في المناطق التي فيها الحجاج في مكه والمدينه. نعم. لكن بالنسبه للمظاهر العيد فهي مظاهر ابتهاج لا شك يعني في المملكه، يعني في مهرجانات في اماكن عامه للاحتفالات وكذا، لكن كمغتربين يعني في الوقت الحاضر ما فيش عندنا شيء رسمي، وانما مشاركات مع كثير من الجاليات في مثل هذه الاحتفالات وفي هذه المناسبه، ونشارك بشكل يعني ولو شكل فردي او شكل يعني مجموعات مع بقيه الجاليات في اماكن العامه، لكن شيء رسمي خاص بالجاليه في الوقت الحاضر لا يوجد. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ جبر المثيل مشرف الجالية اليمنية في الرياض، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أعود إليك سبأ. سبأ، يعني هناك من يقول أن اليمنيون في المهجر أيضا ربما من إيجابيات هذه الهجرة أنهم استطاعوا أن يشكلوا دعم لكثير من الأسر في الداخل، يعني أعرف كثير من الأسر تقول الحمد لله أنني خرجت، أنا فاتح 5-6 بيوت في اليمن يعني بالفرص التي استطعت توفيرها لنفسي بالعمل، ما رأيك يعني في هذه النقطة؟ أتفق بشكل كبير، خصوصا المغتربين في دول الخليج ربما هم بشكل أكبر لأنه فارق العملة النقدية، أي عملة نقدية بترسل لليمن بيكون الفارق كبير وبتشكل فرق، لأنه في اليمن الغالبية العظمى لا يستلموا رواتب ولا توجد فرص عمل مناسبة، فالدخل اللي بيعود لهم من الخارج بيساعدهم، لكن أنا أعتقد أنه مش مجرد الدخل المادي هو اللي بيعود بالفائدة على الوطن وعلى الناس اللي ما زالوا في اليمن، أعتقد أيضا أنه النخب اللي خرجت من اليمن بتشكل إذا لم تشكل الآن فمستقبلا تشكل فرق كبير من ناحية الفكر والثقافة والتجارب الحياتية اللي يعني عاشوها في الخارج، التعايش أيضا، التجارب هذا كلها مستقبلا ستنقل لليمن ستعود مرة أخرى، وأعتقد إنه هذا كانت من أعظم الفرص اللي حصل عليها اليمني، لأنه إحنا دائما متعلقين باليمن، دائما متعلقين بالوطن بفكرة إنه عز القبيلي بلاده، فغالبية اللي كانوا بيخرجوا من اليمن كانوا بيخرجوا من أجل فرص عمل، فبيخرج من أجل فرصة العمل، لا بيطور من نفسه لا فكريا ولا ثقافيا إلا نادر يعني، بينما الآن الكثير خرج مضطر، قادرين إنهم يلتحقوا بالجامعات، يلتحقوا الكثير منهم يعني الفرص بالنسبه لهم اكثر من ما كانت من قبل. فاعتقد انه هذا العائد اللي ممكن نفكر فيه بشكل ايجابي اكثر. العائد المادي اكيد مهم الان لانه زي ما قلتي ما فيش لا رواتب ولا غيره. لكن كمان مستقبلا اعتقد انه العائد الفكري حيكون عظيم ان شاء الله. نعم. إذا كمان لو تحدثنا، يعني ربما أنت تتذكر بدايتنا هنا في اسطنبول كنا العشرات من الأسر اليمنية، الآن نجد أن كلما جاءت سنة اتسعت الدائرة سواء المرتبطين بالقناة أو غيرها، هناك أسر عديدة لا شأن يعني في خاصة في محيطنا هذا وفي أماكن أخرى، يعني ألا يشكل هذا يعني فزاعة بالنسبة لأن الوضع يعني عوضا عن نقول يعني هي وعدت أمها بثلاثة أشهر وستعود، يعني ربما كما قالت أيضا سبا الكثير يفكر أنه سيذهب ويعود، يعني تطول أمد الحرب ويطول أمل اليمنيين أو بعدهم عن هذا الأمل، ما الذي يشكل هذا الأمر بالنسبة لمستقبل اليمنيين؟ هو بالفعل زي ما قلتي انه اتساع او كثره اليمنيين يدل على انه كثير من اليمنيين فقدوا الامل بالعوده الى بلدهم، وكل واحد بدا يبحث عن مصير اخر او عن وطن مؤقت او شيء من هذا القبيل. هذا الامر مخيف نوعا ما، انه فقدان الامل
وهذا هو ما بيؤثر على واقع اللحظة اليمنية الآن، أنه حتى في الداخل فقدان الأمل أصبح يسير بشكل يصب في خانة الحالة السيئة اللي احنا قايمين اللي احنا واقعين فيها. فكرة أخرى أنه هذا شيء جيد من ناحية كما قالت سبا، أنه بالفعل هذا الأمر اليمنيين كانوا في الماضي يهاجرون بحثا عن فرصة عمل، ولكنهم دائما عائدون للبلد بخبراتهم العملية البسيطة. ممكن هذا الخروج، لأنه خروج كبير طبعا، هو تقريبا خروج الثاني بعد تهدم سد مأرب بهذا الشكل الكبير يعني للمهاجرين اليمنيين، هذا شيء ممكن في لحظة استعادة الدولة، استعادة الوطن، استعادة اليمن، ممكن يخدم فكرة بناء يمن أفضل، لأنه الخبرات التي اكتسبها اليمنيين حتى من 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 واقع المعايشة، ليس بالضرورة من واقع العمل أو الاختلاط يعني بناء القدرات، أقصد من واقع المعايشة بيكتشفوا إنه العالم فيه شيء مختلف، ممكن تغير في طريقة التفكير، هذا ممكن يعود على اليمن في المستقبل بالفائدة أكثر. لكن فكرة إنه اليمنيين يتكاثرون هذه مرعبة، ليس فقط يعني الضغط على دول أخرى، أقصد من ناحية إنه فكرة إنه الأمان المستقبلي في الوطن، أصبح اليمنيون جميعا يبحثون عن مأوى يعني، وهذا شيء مخيف. صحيح. إذن ونحن أمام تغريبة يمنية ربما يعني يمر بها اليمنيون كما قلت كمال. دينا، يعني يلاحظ أيضا أو يلاحظ أن اليمنيين مكان ما تجمعوا يعني خلقوا طقوسهم، حياتهم، أكلاتهم ما زالت محمولة معهم، ملابسهم، أشياء كثيرة من تفاصيل البلاد ما زالت معنا. ربما نحن من الجاليات الأكثر تماسكا بشهادة الكثير من الجاليات العربية التي تستغرب يعني ها أنتم تلتقوا بهذا الشكل، ها يعني تعيشون نفس التفاصيل. ربما أيضا أنت يعني مرتي بتجارب صعبة، يعني أنت ولدتي ابنتك بعيدة عن أمك يعني، ونعلم ما الذي تعنيه الأم في مثل هذه اللحظات الصعبة. يعني كيف تجدين تكاتف اليمنيين، علاقاتهم ببعضهم في الغربة؟ أنا أوصفهم الشعب اليمني بأنهم يمكن أكثر الشعوب تكاتفاً، ولا زالوا متمسكين بعاداتهم، تقاليدهم، وعلاقاتهم مع بعض مهما حدث. يعني أعتبر نفسنا أكثر الشعوب تماسكاً صراحةً يعني، وخاصة الجالية اليمنية هنا، وخاصة هنا بهذه المنطقة التي نعيش فيها. يعني مثلا عيدنا أحس أنه مختلف تماما عن الجالية اليمنية هنا تحديدا. عن معاناتي أو عن تجربتي خلال ولادتي وهذا، برضو كانوا بمقام الأهل تماما. يعني ما حسيتش لحظة أنه ممكن أننا فقدت أحد من أهلي من كثر تكاتفهم ومن كثر اهتمامهم حولي ومن كثر ما قدموه لي فعلا، يعني إن كان من جيراني، إن كان من أصدقائي، من جميع الناس، يعني ممتنة لهم كثيرا كثيرا والحمد لله. لكن لا يزال أنه زي ما قلتي أنه لو الأم موجودة، يعني الأم تعني حاجات أكبر وأكثر، بس الحمد لله أنا بالنسبة لي يمكن أنا محظوظة جدا، وأنا الوحيدة أعتقد أن أنا محظوظة فعلا باللي حولي. إذن أتمنى الخير والسلامة لجميع أهلنا في الغربة. شكرا جزيلا لكم سبا حمزة الكاتبة والشاعرة عبر سكايب، كنت معنا من هولندا. شكرا جزيلا لك كذلك الكاتب والصحفي كمال حيدرة زوجة المقيمة في اسطنبول دينا ملهي. شكرا مرة أخرى. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.